شواربك بدي انتفلك يا هون شعرة شعرة. طو عليك يا واطي. لك انا واطي لساتك عم تتجعر ولا لك بعد كل شي صار فيك عم تتجعر؟ واطي واطي انت وياه. لك طول عمرك واطي، اللي خان معلمه مو بعيد عنه يعمل فيني هيك. لك رح تضلك ولد طول عمرك انت وياه. لك انا ولد انا ولد. ايه ولد. لك كان في حدا براسه عقل بيعمل هذا اللي عم تعمله؟ لك ولد لي يلعب ببطنك. ايه والله لا اشويك شوي. عادت على امانك فيا لانه كداس اذا جوما الله يعينك. انت اوطى منه. هي معلومه واطي واطي مثلك. هلا رح ورجيك شغلات ما شفتها بحياتك. بس يا كلب بس يا كلب اضربه حمد اضربه اضربه. ايه والله لا نفتح لك قبرك والله يا واطي. بعد عني يا كلب. شعرة شعرة يا كلب يا كلب. صياح شكل هاي القرنة ما في حدا منه وعم نتعب على الفاضي. صلي على النبي يا جميل. اللهم صلي على النبي. اخي خلينا ندور بكل المنطقه بعدين بنقول ما في حدا. طيب توكل على الله. شرف راحوا يدوروا على قرنة ابو الرجا. طيب في اخبار جديده الحاره؟ ايه سيدي في بشير أفندي عصى أمركم لأنه الشباب اللي راح بده ياخدهم فلتهم وما أخدهم لأنه رجال الحارة والمختار ضغطوا عليه قام سمع كلمته. أنت بيروح على حارة هلأ بيكمل شغله ولا تنسى تمرق على بيت مدام عزمية خانم وبتخبرها عن صياح. أمرك سيدي. يلا روح. سلام. موريس أمرك سيدي. جيبوا لي بشير لعندي فورا. فورا سيدي. سيدي وماذا عن أبو الرجل؟ ألم نخبره أن الحارة تبحث عنه؟ بعدين بعدين بشير أهم هلأ. جيبوا لي بشير. أمرك سيدي. احترامي سيدي. امتى صار هالشي مع ماجد ابو محمود؟ والله يا خانم امبارح بالليل اجوا جماعه ابو الرجا واخذوه من نص بيته. يا لطيف الطف. وليش جاي انت تخبرني عن ماجد؟ لانه كنت حاطط ببالي انه جيبه ليشتغل بالبوايكيه علمه المصلحه وارجع انا على الفرن. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرضى عليك يا ابو محمود. خليك فاتح البوايكيه لا تسكرها. امرك يا خانم. بس لازم بسرعة تلاقي لنا واحد يجي يشتغل بالبوايكية علمه المصلحة وارجع لفرني بقى. إن شاء الله بأقرب وقت راح لاقي لك واحد يستلم البوايكية. أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. خير خير يا شهيرة خانم. شو صاير بالحارة؟ شفتي انخطف ماجد من الحارة. يا لطيف والله ما عم بفهم نحن ليش هيك عم يصير معنا. من قلة محبتنا لبعض والشاطئ يلي بده يبلي تاني بلوى ما يطلع منه. الله يرجعه سالم لأهله يا رب. دخيلك يا شهيرة خانم عاجلي بتغيير غال البيت بلا ما يصير معنا شي مصيبة. والله نسيت قله للشيخ. ابقي ذكريني. أمرك شهيرة خانم أمرك. الله يسرنا. بس ها
انا ماجد، انا حامد يا ماجد. انا حامد يا ماجد. لك شبك ما انك شايفه؟ قلت لك ما كان منتبه عليك. ايه شكله مطنش ليك ما بيعبر. ليه هيك عم شايفيني؟ فلتوني فلتوني لارجيك شوفيني اعمل فيك انت وياه. محمد انا خفيت، تخبى بمشقيتي. ولا انت بتعرف انه ديك بينسى انه كان صوص كبران ولا؟ فشرت انا كبير من يوم يومي. ايه لا خلاص، ولا سدوا للنيع. قطا تعبت الناس عبدو. واقف واقف واقف. شوف 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 شوف. في شعره شايبه كانه واقف. نحن مو جايبينك لهون الا لحتى نزل لك ومبهت لك، وقتل ما رح نقتلك. فصرتوا تذلوني انت وياه. شو عليه؟ منشوف تشكل قاسي. افتح 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 بيعنا سكوتك. امشي حامد امشي، شو هالزباله. الله لا يوفقهم. الله لا يوفقهم. شو انهم ما بيخافوا من الله. امين يا رب العالمين. لك المشكلة العلاقة مع هيك ناس مثل أبو الرجاء علقة كثير وسخات. الله لا يوفقهم. لا إله إلا الله. آمين. نيغ ما عنا شباب ونخاف عليهم. الحمد لله. بس عنا حريم لازم نصولهم ونحميهم، واللي بيخطف رجال بيخطف حريمي. يا لطيف الله يسترنا بستره. الله يرضى عليكي. اليوم جاي على بالي أكلة رز بحريم. لا طلع يا شيطان كهديك المرة. حلوة بالشياطة. والله اطيب. الله يخليني اياك. يلا خاطري رايح الحمام. انا بدك شيء؟ سلامتك تقبرني. يلا خاطري. الله يحميك الهي. الله يرضى عليك. الله يا رب يحميك. دير بالك على حالك تقبرني. ايه. شفيقه شفيقه. ايه يا معدليه عم تشتغلي؟ الله يرضى عليكي بلا مهيصه. عم اشتغل يا ما عم اشتغل. بكره ام عزو جايه بدها تاخذ تفصيلتها من عنا. ايه وبعدها منبلش بتفصيلة ام سليمة. ايه ياما، بس بتعرفي ناقصني شوية خيطان وكلف وزرار. بكرة ببعتك على السوق بتجيبي لي اللي ناقصني وبتجي. ايه بأمرك ياما. بس والله عم بتعب ياما. لك ياما كلياتنا عم نتعب. خلصنا اشتغلي. حاضر. لك يفضح عينك يا كداس. زلمي طلع عند ابوري وما عنده ذهب، لشو بليتني فيه وجبته لعند مني؟ شي بالضبط حميد. أبو الرجاء قلت لك إنه هو أندبوري وما معه شيء. بس هو بيعرف كل العالم وين مخبين ذهباتهم وين حاطين مصرياتهم. إيوه. وكيف بدنا نوصل لذهبات الناس؟ هي بدها دوزني. لك لا بدها دوزني ولا بدها شيء. خلص ابعت خبر لرجال الحارة، هاتوا فكاكو وخذوا له الزلمة. ومين بده يروح الحارة يحكي هالحكي؟ مين أنت؟ مين مو أنا؟ أكيد مو أنا. ولا أنا بقدر أروح، شنو دغري يا بياخذوني بداله يا أما. حاسس في تار بينكم وبينه. ليك جبتوا لعند مني ما هيك لك حامد؟ مو هيك. لا مو هيك. هيك. اسمعوني منيح يا رجال، اذا بدنا نوصل لذهب الحاره هذا الاندبوري ماجد لوحده ما بيكفي، لازم نجيب واحد تاني وثالث ورابع وخامس، ويكونوا اهلهم مهبرين، يكون معهم ذهب مشان بس نفكوا للواحد ناخذ ذهب ما قبيله. تخيل ربك تخيل ربك شو بدي زلنا صحي معلم تقور قلبي من جد انا يفضح عينك شو نقول هيك. اشربوا شاي اشربوا. شو هالحكي يا ام عدلي؟ قلت لحالي بتكوني خلصتينا الفستان. لا تواخذيني يا ام سليم، حقك علي، بس مثل مالك شايفه والله مالي فاضيه. انت دائما مقصره معنا ودائما بتخلينا على الفضله. لا يا ام سليم لا. غير ايمه شوفني. شوفي شوفي. ما بعرف والله ما بعرف. يلا يلا خير. اللهم اجعله خير. بعدي من وشي. يخرب بيتك انت واهلك. شو شو يا بيت الشراشيح يا شرنات الحاره؟ شو شبكي ام هاشم؟ شوفي بدك تتجوزي يا شرنه؟ ما لقيتي حدا يتطلع فيكي ويقبل بعللك؟ تبيتي بجوزي وعرضتي حالك عليه؟ ايه لا
فشرتي حبيبتي، مو نحن اللي منعرض بناتنا للجواز، جوزك اجى لعنا ونشف حلقه لحتى ترضينا نعطيها. بعدين بنتي ايدها مرايه لوشك، ان شاء الله بتنعطي لطشه انت وبنتك يا حق. شوفي ام هاشم، انا ساكت لك لانك دايس بساطي، بس تحكي كلمه طالعه ولا نازله بطالعك من هالبيت مقلعه. ان شاء الله تطلع عيونك ويطلع بلعك يا رب. الله يرضى عليك يا ام هاشم، طولي بالك، يعني المخلوقة ما دخلها، واللي عملته لا هو عيب ولا هو حرام. لا عيب ولا حرام، اجت لعندي وتمسكنت وشكيت لها همي، واخر شي بتطعم بظهري وبتخطب بنتها لجوزي. حبيبتي جوزك هو اللي بده يتجوز عليكي، ولو نحنا ما عطيناه بده يروح ياخذ من عند غيرنا. ان شاء الله بياخذك الله انتي وبنتك يا حق. لا طولي بالك ام هاشم، والله عيب، جاي لبيت المخلوقة بنص بيتها تبهديها، والله عيب. عيب؟ انتي بتعرفي بالعيب حبيبتي؟ لك انتي بعد فضيحة بنتك فكرية واللي عملته بالحارة، ايه لازم ما ترفعي راسك من على الارض. سدي حلقك وليه؟ بيجي بقص لسانك ها؟ فهمتي؟ والله سدي حلقك ام هاشم وانقلعي، احسن ما تشوفي شي ما بيعجبك. ها نلعي ايه مالي طال على ورجيك نجوم الظهر الاول. حبيبتي وليه يا حطة فتل رشادي عشان ولا عندي انت غدارة اصلا بنتي لبقيتي وانتي والله لا خرب بيتك على فاسي بعدي هيك حبيتي ماما. انت من حالة مجنونة مجنونة تقولي راكبة جني؟ يخرب بيتها من حالة، يخرب بيتها من حالة. خلاص ليش شفت ريقي؟ شو هالمجنونة هاي؟ خلاص يا مو خلاص صار لك شيء يا مو؟ لا دقبي لا يا علي عليكي. هذا كلام مرفوض بشير افندي. انا قلت انت بيحجز كل متمردين ومخربين ورجال بحارة وبيحطن عنده بالسجن. يا جناب الكومندان قلت لك شو صار معي؟ اهل الحارة وقفوا بوشي هددوني اذا باخذ الشباب بدهم يقوموا علينا كلنا، مشان هيك انا ما رضيت اعمل شيء الا لحتى استشيرك، وبركي انه يعني بتعفي عنهم. مخت انا ما بعفو عن حدا، وانت رح اعطيك فرصه ثانيه. جناب الكومندان انا بدي اطلب منك تعفيني من هاي المهمه، كثير صعبه. اعفيك معناتها انت ما في شغل بالكركون. شلون يعني؟ يعني انت ترجع البيت. شو ارجع البيت؟ انا ضابط متطوع بالجيش الفرنسي سيدي. ضابط متطوع معناتها بيوقف حارس بشارع. بشير افندي، وقت سلطات فرنسيه عظمى عينوك رئيس كراكون مشان تنفذ كل اوامر، مو يجي يقول لي انا ما بقدر، ما بطلع بايدي، أعفيني، ما بعرف. هاي المهمة صعبة يا جناب الكومندان. شوف بشير أفندي، أنت هلأ بيرجع على حارة قصب، بيقعد بكراكون، بيجيب كل متمردين ومخربين ورجال حارة اعتدوا على سلطة فرنسية وبيحطهم عنده بالسجن، مفهوم؟ هلأ روح على شغلك ونفذ لي أمرتك فيه، ولا تنسى هاي آخر فرصة لك. حاضر سيدي. رئيس كاراكون غبي. يا لطيف على اللي صار معي اليوم. يا ريت تقطعت رجلي وما رحت لعند معدلي. امي طولي بالك، شوفي هبطتي لي قلبي. يا ريتنا ما رحنا. شفيقة، ساعة
ساوي لي كاسة زهورات وجيبي لي اياها على اوضتي. شو هاد؟ بدي روقي بس روقي. صاير لي استحوا ماتوا. يا عمتك يا معدلي ولي على عمتك يا معدلي. شو في شو صاير؟ اكلت بهدله مرتبه. يا من مين اكلت بهدله؟ لما كنا عند معدلي اجت ام هاشم وقعدت تتخانق هي وام معدلي. لما امك تدخلت بيناتهم قامت ام هاشم الحربايه هتتها فيكي وبهريبتك من الحاره. ام هاشم الحربايه هيك حكت علي؟ وشو شرشحتنا فضحتنا من شانك. حسبي الله فيها ما بقول غير هيك. لك الله يسامحك انت على عملتك اللي رح تسود وشنا كل العمر. يعني بصراحة معلمي أنا خايف إنه العرس يتأجل بسبب المشاكل اللي عم تصير بالحارة. لا عمي لا تخاف لا تخاف. عربي لأبو عامر خلاص والعرس ما راح يتأجل. يعني لساتنا على اتفاقنا معلم؟ إيه أنا راح أحكي مع أهل البيت يجهزوا حالهم كمان. منيح؟ روح ربي يخلي لي إياك فوق راسي يا معلمي وما يحرمني منك بجاه الحبيب المصطفى. الله يرضى عليك، روح على شغلك معلمي. إيه أمرك؟ لك من هون. السلام عليكم. يلا جيتا. السلام ورحمة الله وبركاته، وينك سعيد؟ بشير ما حيرد عليك، ورح يضل واقف لك شنجة أرض. والعمل؟ العمل؟ دكوا بالحبس. دكوا بالحبس؟ أي ضاعوا في السجن. قلعوا جيب واحد هيك من معارفك ابن عالم وناس يفهم علينا مو مثل أصدقائي. والحبس أنا بعرف إنه بيشتغل مع رجال الحارة وما رح يشتغل معنا. قلعوا من الكركون ورجعوا بني آدم عادي ربي كما خلقتني. ساعتها بتحاسبوا عقلة من مهلك. هذا الكلام مزبوط. أنا لازم أطرد بشير من كركون حارة قصب وهيك تكون عملت عين العقل. بس شو أعمل بهذا اللي عندي؟ مين جنابك؟ مسكناه بالمعركة صخر. صخر؟ هذا بده دبارة تانية. انتو أعرف ام هاشم الحرباية ليش هيك حكيت معك؟ لا تحكي معي ولا كلمة. ها ماني حسناني لا اسمع صوتك ولا اشوف وشك. يا قلتلك ماني حسناني اسمع صوتك. اسمعيني كرمال الله اسمعيني. ولك انا ام سليم على سن ورمح اللي بحياته ما حدا جاب معدلي بالعاطي. يعايروني الناس ببنتي ويقولوا العايبة اللي هربت من بيت جوزها. لو كنتي عايشة محلي وشفتي الزلو اللي إيه هذا اللي أنا شفته بتعذريني. الحيوانات ما بتقبل العيشة اللي كنت عايشتها. هذا مو سبب. كل النسوان تعذبوا بحياته وصبروا وتحملوا ما حدا مرتاح بعيشته. لك ليش لا تهربي؟ ليش؟ يا أمي وأنا تحملت وصبرت بس رجلي ما بيتعاشر والله العظيم ما بيتعاشر. وإنتوا ما حدا فيكم وقف جنبي. أنا صحيح غلطت إني هربت بس والله العظيم ضليت محافظة على شرفي. يا أمينة ربايتك حسبي الله ونعم الوكيل. سامحيني يا سامحيني ببوس إيدي والله العظيم اللي صار مو بإيدي وفاطاتي. بس شو بدي أعمل؟ والله ما بيهون علي حدا يسمعك كلمة بسببي. شو أعمل؟ إن شاء الله موت يا رب. خلص تبقيني خلص. سامحتك الله يهديك يا رب. الله يهديك ويسامحك. بوس ايدك ما تقولي لأبي والله مو مشان شي بس مو ناقصه. بوس ايدك. ماشي ماشي.
أنا من زمان كنت أقول ما في وحدة بيلبق لها تكون ست الحارة غيرك أنت يا أم عزو خانم. تسلمي لي يا عزمي يا خانم، تسلمي لي. صدقيني ما عم جاملك، يعني مين في وحدة بتفهم قدك، بتعرف تحكي، عندها مبسم حلو مثلك. يا حبيبة قلبي يا عزمي يا خانم، إن شاء الله بتفرحي برجعة ابنك عن قريب. الحمد لله، الحمد لله يا أم عزو، أنا هلأ اطمنت إنه ابني ما رح يصير له شيء. بقى حابة ساعد أهل الحارة، معي 100 ذهبة بدي أعطيهم لأخي أبو عزو منشان يشتري السلاح ويقاتل الفرنساوي. أهل الحارة جمعوا مصاري مشان السلاح، وأكثر وحدة دفعت شهيرة خانو. أيوة إيه، الشهيرة خانو ولو ست كبيرة ومقدرة. الله يوفقها ويوفق كل رجال الحارة. إيه أكيد، الله يقويهم ينصرهم يا حق. وأمانة أمانة، شو بيعتازوا مصاري بتخبريني؟ إيه خلص أكيد بخبري. حلو إنه الوحدة منا توقف مع رجال الحارة، والأحلى من هيك إنه يكونوا كل أهل الحارة حاطين إيديهم بإيدين بعض ضد الغريب. الحمد لله عزمي يا خانم إنه حارتنا كلياتهم بيتساعدوا مع بعض، وعلى حسب ما فهمت من أبو عزو إنه رجال الحارة وشبابها متكاتفين ومتساندين وعم يجهزوا حالهم مشان الضربة الكبيرة ضد الفرنساوي. ايه الله ينصرهم، الله ينصرهم يا حق. امين يا رب العالمين، يسر امرهم ويشرح صدرهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ميت اهلين وسهلين بعزمي يا خانم، تفضلي. سلم ايديك يا عروستنا الحلوه. الله يسلمك، تفضلي يا مو. تسلموا تقبريني. تريدي مني شيء ثاني؟ لا سلامتك، روحي كملي شغلك تقبريني. الله يرضى عليك. الله يسلمك. عين الله عليها. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. ما شاء الله حولك يا أم عزو، زينة ما خلفتي وربيتي. إيه بزمتي بزمتي لأخطبها لابني مظهر أول ما بيطلع من السجن. بدك تخطبيها لمظهر؟ بعدين عن الحارة كثير وما لقينا حدا. وبعدين؟ لك لا بعدين ولا قبلين، أنا على الحارة ماني راجع لحتى لاقيهم. ها لك أنا محروق عليهم مثلي مثلك، بس لازم نرجع الحارة قبل ما تعتم العين، بلا ما يطلعوا لنا وياخذونا غدر. أخي بالآخر مندور شوي بعدين بنرجع، ماشي؟ مثل ما بلاك. هات بدك شوي شوي يا رب. والله أنا مستغربة فيكم يا أم عزو. من شو مستغربة عزمية خانو؟ يعني شلون وحدة عندها بنت مثل بنتك بتروح بتخطبها لواحد مثل صياح؟ يو ليش شبه صياح عزمية خانو؟ ما شاء الله حوله وحوله شب مؤدب ومهذب وابن قصر. إيه على عيني وراسي، مهذب ومؤدب، بس لا تنسي أصله يا أم عزو. إيوه يعني إذا تم النصيب وبنتك تجوزته لصياح ما رح تخلص من كلام الناس، وبعد ما تجيب أولاد رح يكتر الكلام أكتر وأكتر، لأنه لحد هلأ ما حدا مصدق أنه أبو صافي هو أبوه الحقيقي لصياح. ومصدقيه؟ بكرة بتصير سيرة بنتك على لسان الكبير والصغير بالحارة، هذا غير وجع الراس اللي رح يصير لكم من ورها القصة. شو الله جابركم تجوزوا بنتكم لواحد مو معروف أصلاً منفصله؟ أيوة على كلين، الدنيا اسمه ونصيب، الله يبعث له نصيب أحلى منه وأحسن. آمين. نحنا حيلتنا وفتيلتنا هو أصلنا. بعدين لا تنسي يا أم عزو إنه جوزك هلأ صار مختار الحارة، إيه مو حلو يطلع عليكم كلام طالع نازل؟ ولك حاجة يا مو، حاجة بكي قطعتي لي قلبي، خلاص هيك شغلة عادية تصير قبل العرس. لا يا مو مو عادية، أنا هالجوازة ما عاد بدي إياها. يو أخوك يعطى كلمة للزلمة، بدك تسودي له وشه قدام العالم؟ إيه يا مو يسود وشه ولا تصير حياتي كلها مجعلك معه ومعذرتي. ومين قال لك هالحكي؟ مين قال لك هالحكي؟ ما حدا قال لي يا مو، أنا شفت بعيني. سما تجوزته وصرت عنده وصار اللي صار. بكرة بس اتجوزه والله لا تصبحني بقتله وتمسيني بقتله. هذا إذا ما طلع هو أضرب منه وصار يضربني معها كمان.
والله بكسر ايده وايد كل واحد بمد ايده عليك يا بنتي. شو فاكره حالك رخيصه عندي؟ انا ما عاد بدي اياه يا مو، ما عاد بدي اياه. ولك حاجه تقولي ما بدي اياه؟ وينكم؟ اجا اخوكي. تعال يا مو، قاعدين هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بعدني؟ ليش عم تبكي؟ تعال يا مو اقعد لاحكي لك شو صار معنا اليوم. هات لشوف احكي. صارت معنا مصيبة يا مو. مصيبة شو؟ قولي لي. شوفي يا خانم، ما تخافي، انا الاخرس يا خانم، انا خدامك. في شي اخبار جديده؟ ايه في يا خانم، صياح عم يفوت على بيت ابو عامر وعم يشتغل مع الخانم الكبيره بالشغل اللي انت بتعرفي. ماشي، بس بدي منك شي، بجي على الحارة وبتطلع فيك وانت بتفهم علي. بأمرك. اليوم مر لعندي، إذا في أخبار جديدة أكتب لك إياها على ورقة وبتاخدها لعند الكومندان. روح من وشي. بأمرك يا خالو. لا واللي اسمه الله ما رح اسكت عليها. طول بالك ابني، طول بالك. عاجي تقولي لي طول بالك مشان الله يا امي، لكن انا اختي وامي تبهدل واسكت، لك هدول الشوارب بيكونوا على حريمي اذا سكتت عليها. لوين رايح؟ بس امي. لك لي عم اللي بده يا يامو، ولك انت بتعرفي شو رح يصير؟ شو ما بده يصير يصير، انا هالجوازه ما عاد بدي اياها، ولك اسكتي. بدك الصراحه يا حمدي. قول يا محمود قول. لولا العملة اللي عملها صياح انه قتل الولد عامر، ما كان كداس فات على الحارة، وما كان عمل اللي عمله مع ماجد وفات على بيتها لشهيرة خانم وسرقها. بعدين ليش كداس ليسرق بيت الخانم؟ ها، وحسب ما سمعت من اهل الحارة انه صياح قتلوا العامر مو بقصده يا محمود، مو بقصده. بقصده ولا مو بقصده، الله يجيرنا يا ابو حمدي من كداس. الله يصلح صياح على هالعمله اللي عملها، الله يصلح. والله شايف لك يا ابو حمدي، من ورا هالعمله اللي عملها صياح راح يخرب بيتنا مع كداس. الله يجيرنا، الله يجيرنا يا رب. راح تكبر القصه، راح تكبر. شوف شوف على المناظر، الله يخلصنا منه يا رب. شفت لي يا شو منزه ابو هاشم؟ اهلا وسهلا عدلي. اهلا وسهلا. اسمعي يا بهاشي، انت اجيت لعنا وطلبت ايد اختي ونحن وافقنا لانه بنعرف مين انت وبنعرف شو معدنك، بس مو لانه اختي بايره وما حدا بده يقبلنا. مين قال هالحكي؟ قل لي لشو، مين قال هالحكي؟ سأل حرمتك يا بهاشي، سأل حرمتك اللي اجت لعنا على نص بيتنا وحكيت كلام مع امي واختي لا بينزل لا بميزان ولا ببان. معقول حرمتي اجت لعنكم على البيت وبهدلتكم؟ امتى؟ وشلون؟ نحن ما منتبلى حدا يا ابو هاشم، نحن ما منتبلى حدا. مشان هيك تعتبر الكلام والاتفاق اللي صار بيناتنا انتهى. انت مالك نصيب عنا يا ابو هاشم. عدلي ابو هاشم خلصنا. عدلي لا حول ولا قوة الا بالله. أنا أفرجيك يا أم هاشم. تعال نعود تعال. والله تعبنا. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ والله شي بيحير. وين كانوا راحوا يعني؟ صرفت لي ثلاث أرباع الشام ما كنا نلاقيهم، وينهم؟ هدول شكلهم متخبيين بمكان بعيد. خلينا نرجع الحارة هلا. لك شو نرجع الحارة؟
شو بدنا نقول لك بارية الحارة؟ شو بدنا نقول للمختار؟ الدنيا رح تصير ليل، خلينا هلا نرجع الحارة وبكره من الصبح مندور. لا ليل ولا نهار، هلا مندور شوي، إذا ما لقينا هون بنرجع. هو علينا، شو صار لك صياح؟ لك أنت اللي شو صار لك؟ خلينا ندور، إذا ما لقينا هون بنرجع، بدنا نرجع ماجد من عندهم سباق. شرف. هاشم يا أم هاشم، أم هاشم. خير ابن عمي؟ خير شو في؟ خير؟ من وين بده يجي الخير وانت عم تعملي لي مشاكل؟ من وين؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شو أخذك لبيت عدلي؟ شو أخذك ها؟ وليش رحتي لعندهم؟ مالي عاملة شي، شو بدي أعمل يعني؟ ليش رحتي لعندهم وبهدلتيهم؟ سودتي وشي الله يسود وشك. ما بدي إياك تتجوز علي. ما بدي تتجوز وحدة تانية. مو على كيفك، أنا بدي أتجوز يعني بدي أتجوز، إذا مو عدلية غيرها، عم تفهمي؟ أنا رجال وبحب الأولاد وألف وحدة بتتمناني. وأنا مو حرام؟ لك ما في شي بيقهر المرأة إلا أنك تجيب لها ضرة. بدك تنقهري نقهري، أنا لا عم بعمل عيب ولا عم بعمل غلط، فهمتي؟ ونهيت كل شي معه، قلت له مالك نصيب عنا. اضرب عليكي وعلى حظك يا بنتي، لك ما لحقت تفرح. هيك فرحة كلها مشاكل ما بدنا اياها يا مو، الله يوفقك ما بدنا اياها. ابني تحملوا شوي. امي ابوس ايدك، انا حكيت كلمة، قلت ما بدنا يعني ما بدنا. ولك روحي روحي يا ام هاشم، الله يصطفل فيكي ويكسر خاطرك مثل ما كسرتي بخاطر هالبنت. تفضلي شهيرة خانم، هي كاسة اليانسون فيها الشفا بإذن رب العالمين. يسلم إيديكي متسيعة. خير شهيرة خانم؟ والله حاسستك مو على بعضك، شو اللي شاغل بالك؟ مشغول بالي على رزقكم، لازم لاقي حدا يستلم من أبو محمود، لأنه أبو محمود استلم من بعد المرحوم ولهلأ ما أخذ شي من البواكية. إيه بسيطة يا خانم، خليه يسكرها. ما بصير تتسكر يا مطيعة، هذا رزقكم ورزق الناس اللي عم يعيشوا منا، ما بصير نقطع بأرزاق الناس، حرام. خير إن شاء الله شهيرة خانم، إن شاء الله بتلاقي حدا يستلم لك الشغل بداله لأبو محمود. إن شاء الله إن شاء الله. والمختار بعد صياح وماجد لحتى يدوروا على أبو الرجا وكداس ويجيبوا ماجد من بين إيديهم. أخي مظهر. شلون يعني ما عاد اهتميت؟ شلون فهميني؟ يعني قصدي كنتي تنامي وتفيقي وانتي عم تهتسي كيف بدك تطالعي من السجن وتحلي له قصته. لك كم يوم ما عاد جبتي هيك سيرة بنوم. أنا من بعد ما تأكدت إنه أخوكي ما رح ينشنق، ألف الحمد لله. اطمنت وارتحت وهلا متأملة إنه يطلع من السجن عن قريب. يا عن جد رح يطلع من السجن؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. تفضل ابن عمي العشاء جاهز. ما بدك تتعشى ابن عمي؟ ما بدي اكل. لساتك زعلان مني؟
ما جينا لهون إلا لحتى نبعد عن عيون حارة القصب وحارتها بصخر كمان، ولحتى نرجع عوايا مثل قبل وأسود. أنا سمعت عنك كتير معني باب الرجا، بس ما حسبتك إنك رجال أبضاي ومعدل وبتحب الكيف. أبو الرجا بحب كل شي، بسط، نغنشي، نعنشي واللذي منه. وراس أم كداس وراس خالتي أم كداس اللي مربيتني أنا وأخي كداسة، كل شي برب ندر من أول ما طلعت أنا من الحبس ومالك علي مين، كنت أحكي له المعلم أبو الرجا عنك وعن أسعد مشان تجي تشوفوه وتشتغلوا معنا. الله يرحم ميمتك. تعرف لك هارون، منيح جيت لهون، وإذا في حدا مثلك ومثل أسعد خليهم يجوا. هارون؟ لا أنت ما بتعرف هيك وصل؟ في على شكلتي كتير، بس ما بعرف إذا بيحبوا يشتغلوا معك. يخليهم يجوا. والله يعيشوا أحلى عيشة والله. أمرك معلم، رح جيب لك ياهن واحد واحد، إذا قدرت ما رح بصير. بكرة الصبح في عندي مشوار ضروري، وإذا الله تمم خير وسلامة برجع بلكم شو المطلوب. بأمرك معلي. نحن جاهزين لأوامرك معلي. نحن جاهزين لأوامرك معلي. ما تواخذوا معلم، هذا وقت ما بيشد من فوق بيربط من تحت. ضع عينك. نعم يربط. تعال. ربط له. عمود. انضع عينا. صح صح ولي شو هاد؟ مرحبا صبري. أهلين مختار. يرضى عليك يا ابني، ما بتترك الحارة ليرجع سياح وجميل. معلوم مختار. سلاحك معك؟ أكيد. يرضى لك. أي شي بيصير معك خبرني على البيت. تكرم مختار. يعطيك العافية. الله يعافيك، تصبح على خير. أنت بخير. اهلين عمي بجواد. شلون الوضع عندك؟ رواق. الحمد لله، اصبحت اشرب كاسه شاي. والله اجد بواتها. يلا لحقك عمي، تكي وجايك. حسبي الله ونعم الوكيل على القصة. طوال، هاي صار بعد نص الليل، والله غري قلبي. طولي بالك. والله لو فيني دور عليه أو بعرف وين قرنته، كنت هلأ دكيت تيابي وطلعت دورت عليه. بس المشكلة ما بعرف وين أراضيه. دخيل الله على هالشغلة، يعني ما لقيته من أهل الحارة غير ابني وصهري يروحوا يدوروا على كداس وأبو الرجا؟ شو هالقصة يعني؟ طولي بالك يا بنت الحلال، إن شاء الله هلأ شوي تانية ما بتشوفي إلا فايت وخير وسلامي.
إن شاء الله يا رب الله يسمع منك. آمين يا رب. مسيك. شو ها؟ طبعا هاي الورقة مكتوب فيها كل أخبار الحارة يلي بعرفها لحد هلا، ومكتوب فيها أسماء رجال الحارة يلي بدهم يشتروا سلاح. بتقول له للكومندان هي الأخبار اللي بعرفها لحد هلا، بس يصير عندي شيء جديد بخبره. إيه؟ ماشي. بدك شيء غيره؟ سلامتك. يلا سلام. الله معك. عطرك يا شام حبي يعطر قلبي عالي المقام، فينك ما راح يتغير. عطرك يا شام حبي يعطر.